عايزين نتكلم عن المباراة دي. شفت مستوى انجلترا ازاي؟ شفت تحقيق انجلترا الفوز كبير كده؟ هل كنت متوقع الأداء دوت والنتيجة دي لانجلترا؟ هو احنا دايما بنرسم خط بياني. انجلترا بقالها اكتر من سنه على طريق صحيح، يعني دايما كنا بنتكلم ان انجلترا صاحبه التاريخ العريق و و و، لكن كان حجم البطولات لا يوازي هذا التاريخ. بطوله كاس عالم واحده لا توازي هذا التاريخ، ان هم بيقولوا نحن اصحاب اللعبه. الدوري الانجليزي كان وصل لاعلى مستوياته، ورغم ذلك كان المنتخب الانجليزي لا يحق المستويات العاليه. ليه؟ لان طغى اللاعبين الاجانب ولم يكن لدور اللاعب الانجليزي دور كبير، لكن في الفترة الأخيرة شفنا تألق الكثير والكثير من لاعبي الدوري الإنجليزي، يعني يمكن في الفودن من أميز اللاعبين في إنجلترا غير رحيم ستيرلينج، هاري كين وغيره وغيره، فاللاعبين الإنجليز بقوا في وسط هذا الاحتكاك تم إثقالهم واكتسبوا خبرات كبيرة جدا، وبقى ما بقاش منتخب النجم الواحد، يعني كنا زمان نفتكر بيكهام فالمنتخب الإنجليزي كان يقولوا عليه منتخب بيكهام، فلم يعد منتخب النجم الواحد. في فترة برضه كان لامبرد وجيرارد، فاحنا دلوقتي بقى المنتخب الانجليزي اتسم بالنظاميه، اتسم بتكامل الادوار. هاري كين احد اهم اللاعبين، رغم ان بعض كان عليه بعض العلامات الاستفهام انه لم يحرز اهداف. هاري كين هو محور اداء المنتخب الانجليزي بتحركاته، من افضل شايف انه امبارح جارس ساوث جاي كان ناجح في اختيار هاري كين ان هو يكون يعني استخدامه كصناعه لعب امبارح، شايف ان هو كان ناجح في اختيار حاجه زي كده؟ هو من الذكاء، لان معظم المهاجمين، معلش لحظه واحده، الهدف الثاني للمنتخب السعودي. جميل جميل الهدف جميل، الثاني يعني قمه السعاده. سالم الدوسري لاعب المنتخب السعودي في الدقيقه 53 سجل الهدف الثاني للمنتخب السعودي. الحقيقه يعني الواحد فرحان فرحه كبيره جدا، هدفين ورا بعض والمنتخب السعودي يعني بيفوق ولسه في هدف ثاني في اللقاء. لسه شايف يعني احنا اكدنا على المعلومه دي 3 مرات ان اللقاء ده هيبقى فيه اهداف بس كنت متخيله انه الهدف الثاني يجي بالسرعه ديت، يعني واضح كده انه المنتخب السعودي وتر شويه، واضح ان الجيم اتفتح بزياده قوي، ان الفريقين فتحوا الجيم قوي، وهو كان واضح فيه بعض، يعني بعض اللقاءات بتلاقي فيه فريق متحفظ وفريق بيهاجم، لا الفريقين فاتحين الجيم قوي، فانا عشان كده متوقع احراز اهداف اخرى. هتبقى يعني هيبقى معركه حتى اللحظات الاخيره. لا بس يعني فكره انه المباراه لو انتهت بالشكل ده هتبقى حلوه جدا جدا، جداً. هتبقى يعني اولى مفاجات المونديال اكيد فعلا. طيب كنا بنتكلم في كمان في ضغط عالي على فكره على المنتخب السعودي من الارجنتين، يعني هم مش سايبينهم يعني. اكيد اكيد اكيد، انت بتلعب فريق مرشح بقوه للبطوله، لكن يمكن هو استغل السعوديه عنصر اللي ضغط. يا جماعه معلش انا مش شايفه حاجه فانا بسمع بس، السعوديه هي اللي ضغط على الارجنتين بشكل كبير. استغلال عنصر المفاجاه. رينارد من المدربين الجيدين جدا، واشتغل بشغل عالي جدا، ووقفيا تنظيميا وتكتيكيا مميزين بشكل عالي، ففاجئ ده المنتخب الارجنتيني اللي كان اعتقد ان هي احد المباريات مثل مباراه المونديال اللي يستطيع الفرق الكبيره الالتهام فيها الفرق الصغيره. طيب